اليوم غادي نعطيك واحد السر باش تكون ناجح في حياتك من قبل. تابونا اي لايك. تخيل معايا الى كل نهار كنعطيك 86400 درهم افيك واحد الشرط، ما عندكش الحق تخبعو وما عندكش الحق تقتصدو، خاصك تخسرو كل نهار. وتخيل معايا اوسي هذاك النهار جا شي واحد وشفر منك 100 درهم 200 درهم، واش هذاك القدر اللي بقالك اللي هي 86300000 درهم غادي تخليها ولا غادي تستهلكها؟ ايوا، علاش مني ربي كيعطيك 24 ساعه كل نهار؟ حيت 24 فيها ساعه الا جيتي تحسبها فيها 86400 ثانيه. واش غتلاقى مع الناس اللي غادي يبغيو يحطموك؟ ايه. واش غتلاقى مع الناس اللي غيبغيو يشفروا لك المنطقه ديالك؟ ايه. واش غتلاقى مع الناس اللي غادي يبغيو يشفروا لك المساعده ديالك؟ ايه. واش هادشي كيعني غادي تسامح في نهارك وتهدي ليهم؟ لا، 86400 ثانيه هي اللي عندك وربي كيعطيها لك كل نهار. ما تضيعهاش، حيت النهار اللي كيدوز ما عمرو غادي يعاود يرجع وما عمرك غتعاود تعيشو. صافي، سالينا. كانت معاك نهيد رشاد اللي كتعاونك باش تخليك تزيد في حياتك القدام. الى عجبتك الفيديو خلي لي شي كومونتير.